في تتمة أخبارنا، أشرف اليوم وزير الاتصال محمد العقاب على تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها 9، وهذا بحضور مدير الإعلام برئاسة الجمهورية ورئيس سلطة الضبط السمعي البصري ومديري مختلف الوسائل الإعلامية العمومية والخاصة. وتتضمن هذه الطبعة 3 مواضيع هي إشكالية الأمن الغذائي والمائي، الجزائر الجديدة تمكين الطاقات الشبابية والقدرات الإبداعية، الأمن الطاقوي وأبعاده الجيوسياسية. لجنة تحكيم الجائزة تتكون من 10 شخصيات إعلامية يترأسها الصحفي بلقاسم أحسن جاب الله. بتوجيهات من سيد رئيس الجمهورية، عرفت الجائزة هذه السنة بعض التحسينات باعتماد 3 موضوعات بدل موضوع واحد مثل ما كان معتاد في فترة سابقة. هذه الموضوعات هي الجزائر الجديدة وإشكالية الأمن الغذائي والمائي، الجزائر الجديدة تمكين الطاقات الشبانية والقدرات الإبداعية، الأمن الطاقوي وأبعاده الجيوسياسية. وكل هذه المواضيع كما تعلمون ظل السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يحرص عليها كل الحرص منذ انتخابه رئيسا للجمهورية. وهذا التنوع من شأنه أن يحفز الإعلاميين على المشاركة بقوة في هذه الجائزة أو المسابقة في نهاية المطاف.